بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الموضوع ديالنا إن شاء الله بغينا نوريو للناس كيفاش يتخزن هاد الشمع باش ما غاديش تقيسو القشة، حيت هو قشة ضروري بعد كي يجرى في هاد الصنادق كضرب القشة، ولكن بنديرو واحد الطريقة إن شاء الله. هذا أول مرة أنا بنخزن هاد الشمع باش إن شاء الله إلا جاب الله شي مارس بكري وكان الخير موجود ونحل كان بغى يفرخ، هادو كيسهلوا. مثلا كتقص دير القسمات وداكشي، دير عاج كوادر من هادو المبنيين وتعطي الشمع الاخر كيجي مزيان. كيفاش نخزنهم باش ما يضربهمش القشه؟ غادي نديروا الطريقه ان شاء الله. بنديروا واحد الشيء ديال الملحه، نخلطوه مع الماء ونضربوه بهاد الرشاشه، حيت هاد الرشاشه باش يدخل الماء لهاد العيون ديال باش هاد الماء يدخل لهاد العيون السداسيه هاك بحال هاد الشكل هاك، وما نشلوهمش. يدخل الملحه، الملحه مخلطه مع الماء، يدخل لهاد العيون السداسيه هكا ونخليوها تيبس هذيك الملحه في هاد العيون السداسيه. الوقت اللي نحتاجو هاد الكوادر كنجي وكندير واحد البرميل ديال 30 ونغطسوها ونسوسوها بحال هكا، وديك الملحه كتنقى وتبقى البلاكه نقيه، ما تضرب فيها لا قشه لا والو. المهم العمليه غادي نبداو ان شاء الله. حبس الطريقه هي هذه ان شاء الله. ماشي مشكل الملحه تكون كثيره تكون قليله تكون، المهم يكون مالح مزيان باش ما الملحه ما كتدوجش. هادشي بنديرو على حساب القشه. ما عندناش كوادر بزاف، عندنا شي 20 كادر هكاك، ولا 20 ولا 30 كادر، هي اللي عزلنا مزيانها ومقاده ومبنيه البني ديالها مزيان. زي واخا غنغطسو مثلا شي برميل كيبقى فيهم البرد ما يدخلش لهم الملحه. بهذه الطريقه مزيانه هكا، ولكن اللي عنده الكثره يقدر يدير بومبا ديك الكبيره هذيك ديال سميتو بومبا ديك الكبيره ديال الضوء. نخليهم حتى ينشفوا خواطرهم وعاد نخزنهم. التخزين غادي نوريكم الطريقه كيفاش نخزنوهم ان شاء الله. مازال ما قيسهمش القشة نهائيا، هو ما نعرفوش حتى هما نحسهم من الحال داكشي خرجوه، يقدر يجي هذيك فراشة تبيض فيهم هذيك البيضة ديال القشة حتى باش تموت، لو كانت شي حاجة داخلة ليهم كتموت بهاد الملح. والملحة راه مزيانة، واخا ديرها في الصندوق ديال النحل مثلا، دير ذهبين الكوادر
مزيان الفاروا ومزيان الكشانيت وتهود مع الكوادر وتقفل قاعد الصندوق مزيانه اليوم غبره سحوقه غبره ملحم سحوقه مزيانه اليوم. هذا كرف الشيشوية هذا نكمل نحرجو نقيوش كاين فيها الضربة هنا المهم حليوة تكون هاد الاكسجين مقطوعه باش ما تربش لنا القش في الكوارت. هذو مازال ما دايرينش ليهم مليحه و كنا محضيين هذا البرميل على حساب هذا البرميل ما تدخلش ليه الفراشه اللي كتدير لنا القش اللي كتبيض لنا القشه. وهنا كيبقاو ديك الاكسجين مقطوعه ترى حتى لو دخلت هذيك الفراشه تموت مع الاكسجين مقطوعه هنا في هذا البرميل. غادي الكوادر كلهم نزيدوهم هنا ان شاء الله ونسدو البرميل ونحكموه في الاغلاق باش ما تدخلش ليه القشه اللي تربى في هاد الكوادر. هادشي واحد المده هادي ما محركين ما فيهمش اثار ديال شي حاجه ديال القشه ولا شي صوفه ولا شي نقيه، ولكن من الحاله بدا نديروها ولو واخا شويه باش ما يبقى هاني منهم باش ما هادشي على حساب الى جاب الله نحل كان ناشط وبغى يفرخ مزيان كتسيب هادو بدا كيساعدو على النحل.